القناة دي للمدخنين أو من كانوا مدخنين ويودون الإقلاع، فلو أنت مش مدخن ما انصحكش تجرب أي حاجة من اللي هتشوفها هنا، أما لو أنت مدخن أو مبخر أي حاجة هتجربها بناء على اللي هتشوفه هنا هتجربها على مسؤوليتك الشخصية، كده مالكش حج. السلام عليكم، معاكم الأنز. محور حديث هذا الفيديو يا سادة هو الجيل الرابع من سلسلة نجاحات فابوريسو في عائلة إكسروس. لدينا في هذا الفيديو إكسروس 4 وإكسروس 4 ميني من فابوريسو. ماذا فعلت فابوريسو؟ فابوريسو عملت اصدارين جداد متوافقين مع نفس بلاتفورم الكارتج اللي كان موجود قبل كده، اذا مفيش كارتج جديد. في اصدارات جديده في الكارتج، مش في المقاومات ولكن في الساعات. كل دي تفاصيل هنتكلم فيها في الكارتج، ولكن الجهازين نفسهم الجداد هنتكلم فيهم بالتفصيل وهنقارنهم ببعض، اذ ربما تعرف ايهما ممكن يكون مفضل لديك اكتر. تعالوا نبص على علبه الاكسروس 4 والاكسروس 4 ميني بيجوا فيها ايه. علبه الاكسروس 4 بيجي فيها الجهاز، بيجي فيها مانيوالز كابل شحن انيق جدا بتاع فابوريسو، ده السيجنتشر بتاعهم، والجهاز نفسه راكب فيه كارتريج وكارتريج اضافي. في النسخه الميني جايه الجهاز راكب فيه كارتريج وكابل شحن مش السيجنتشر بتاعهم ومفيش بورد اضافي. ده الفرق الرئيسي ما بين العلبتين. كده احنا عرفنا مين النسخه اللي هتبقى اغلى مبدئيا، كده هي نسخه الكروس 4 مش الميني. طبيعي يعني، كده كده الميني مستضعف عشان صغير يعني فبيبقى ارخص كمان، بس في الحقيقه المره دي الميني مش مستضعف. انا بالنسبه لي يمكن اكون في الفيديو ده مياله لسبب اخر هقول لك عليه كمان شويه. ايه التغيير الجذري اللي حصل في الاشكال؟ الشكل بتاع الاكسروس 4 اتغير، الواجهه بتاعته بدل ما كانت الواجهه التقليديه بالزرار اللي جواه ليد وبتاع، لا عملوا لعبه جديده خالص بقى في الشاشه. بص بقى الشياكه والجمال اللي بيحصل هنا. عملوا انيميشن بيخش في بعضه بار جي بي لايت كده في منتهى الاناقه. بيعمل ايه بقى هذا الانيميشن؟ بيحدد لك حاله البطاريه اثناء النفس، طبعا اخضر ازرق احمر، وبعد النفس بثانيه كده بيسيبها لك عشان تعرف ايه تطمن على بطارياتك. لكن الاساسي بقى اللي في الشكل، التغيير اللي حصل الانيميشن اثناء النفس، الالوان بتخش في بعض بشكل راقي جدا وعاملينه على شكل ارك كانه دايره بتحتوي الداتا اللي جواها وهي اصلا الداتا، وخلوا مستويات الباور ما بتعبرش عنها فقط باللون بتاع الار جي بي، لا بص بقى دي ثلاث دوسات على زرار الباور عشان تغير اول مستوى، الشعله الصغيره خالص دي بتنور من الاخضر رايح للازرق، لو سبته يرجع تاني. الرجوع ده معناه كونفرميشن، تاكيد انت كده اخترت المستوى ده من الباور او هذا الوضع من الاداء اللي هو اقل وضع. وبالمناسبه هم مسمين الاوضاع اسامي جميله جدا، مسمينها المره دي ايه؟ سترونج وسترونجر وسترونجست، قوي واقوى والاقوى، هم ثلاث مستويات كلهم اقوياء ما شاء الله، هم حقيقي فعلا ادائهم هايل في الثلاثه. طيب ثاني مستوى 1 2 3 هتدوس هينور لك الشعره الثانيه واللون هيختلف، هيبقى من ازرق رايح لبيربل كده شويه. 1 2 3 ثالث مستوى من البيربل رايح للاورنج، سيبه يرجع ثاني للبيربل عشان ياكد ان هو ده اللي حصل. حقيقه انيميشن صايع، الشياكه اللعبه اللي بتتلعب دي فيجوالي كده للعين مرضيه جدا. ايه تاني بقى عشان نعمل لوك للجهاز او ما نستخدمش الزرار، نستخدمه بس فقط بالنفس؟ اربع دوسات على زرار الباور، 1 2 3 4، طلع لك بقى حاجه جديده خالص على الشاشه، قفل. قفل ده معناه يقول لك ايه؟ الجهاز مقفول. تيجي تدوس يقول لك يفضل ينور ويطفي كده بالقفل، يقول لك خد بالك الجهاز مقفول، انت عامل لوك. بس شكله شيك بجد، راقي جدا. لكن لو خدنا نفس بالسنسور هنلاقيه شغال، اذا هو بيقفل فقط الزرار، والزرار عامل زي زرار البصمه بتاع الفينجر برينت بتاع الايفون 5 وطالع كده. اول ما ابتدى ياخد الرينج الذهبي اللي حوالين الزرار ده كان شكله جميل قوي بصراحه. هو الايفون 5 اول اصدار كان فيه منه فينجر برينت ولا 6 مش فاكر، نفس الفكره بالظبط. عايز تفك اللوك، 1 2 3 4 القفل هيمشي ويقول لك انت كده جاهز. خمس دوسات على زرار الباور يشغلوا الجهاز اصلا، وخمسه كمان يقفلوه خالص. طبعا دي يعني عرف كل الاجهزه، ولكن الانيميشن يا جماعه، الانيميشن اللي بيحصل فابوريسو حقيقه انا متكيف منهم قوي الفتره اللي فاتت في اليو اي، في اليوزر انترفيس، في شكل الحاجات فيجوالي لعين المستخدم جميلة حقيقي، باذلين فيها مجهود اوزو. طيب الاجهزه طبعا الاثنين مزودين بتحكم في اير فلو من الخلف، وبرضو انا بشوف ان مكانها احسن من اجهزه اخرى. ليه بقى؟ لان هو في ظهر الجهاز، في مكان ايدك ما بتجيش عليه نهائي، عكس البودات اللي بيجي فيها فتحه الهواء من الجنب. ممكن احد المسكات ان انت تقفل فتحه الهواء انت مش واخد بالك، لا هنا مفيش الكلام ده، هنا انت غالبا عمره ما ده هيحصل. ده بيحصل في الجهازين الصغير والكبير، مكان فتحه الهواء عبقري. طيب نروح للميني بقى. الميني شكله دايما بيلعبوا فيه لعبه بصريه مختلفه كده، احلاهم على الاطلاق كانت احد النسخ من اكستروس ميني 3 الجيل اللي قبل ده على طول. كانوا عاملين جهاز كانه علامه مائيه، الجهاز يبدو من بره عليه باتن كده واخد شكل هندسي لطيف مستقر، تيجي تمايل الجهاز كده يكتب لك فابوريسو، ما تشوفهاش ابدا غير بزاويه معينه، تيجي تمايل الجهاز للزاويه الثانيه يكتب لك اكستروس. لا 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 لا
لا انا بحبها بصراحه. يمكن اكتر جهاز كان شكله انيق عجبني فعلا، بس جالي في توقيت ما كنتش فاضي فيه اعمل له ريفيو، فيعني استمتعت بيه جدا وصورته شوتين اللي انت شفتوهم دول، ولكن ما حصلش نصيب ان انا اقيمه. بدايه من الجهاز بتاع العالم المائده بقيت انا مستني الاصدار الميني من الاكس روس هيبقى شكله عامل ازاي، ولكن ادينا بنقيم الجيل الرابع منه. يبدو في النص بتاع الميني ان في زرار باور، الحته اللي في النص دي كانها زرار، لكن حقيقه ده مش زرار، حقيقه ده الفريم بتاع الليد لايت اللي جوه اللي بيعبر عن حاله البطاريه. الثري الواجهه بتاعته كانها خشبيه كده، بس لما تيجي تحرك الاضاءه عليها بتلعب بقى العاب فيجوالي رائعه بصراحه. يعني هم اتقنوا الحته دي اتقان مش طبيعي. البطاريه في الاكس روس 4 1000 ملي امبير، تمام، يعني ده توب الستاندرد اللي موجود في هذا الشكل، ما عدا طبعا الاكس روس برو 1200 ملي امبير، هنا 1000 ملي امبير. الجميل بقى فين؟ ان الميني الجميل الصغنن 1000 ملي امبير برضو. اذا انت حصلت على نفس البطاريه ولكن في باكج اصغر، وانا دايما ميال للحاجات الاصغر، كل ما كان اصغر كل ما كان اوزو بالنسبه لي. يشحن باليو اس بي سي، مده الشحن في 30 دقيقه، 30 دقيقة انت بتاخده فل من الزيرو، فده شيء برضو عظيم. اذا الفروق الرئيسية ما بين الجهازين ان الاكس روس 4 عندك قدرة على التحكم في الوات، وعندك تشيب بتسيطر على الموضوع ده. في الميني لا، عندك نفس البطارية ولكن الوات اختياره هيبقى اوتوماتيك، مالكش اوضاع ضبط انك انت تختار تضبط المستوى التبخير عامل ازاي، هو اوتوماتيك على الميديم بتاعه وهيبقى لطيف كده بدون تدخل من المستخدم. الجامد برضو ان الميني دلوقتي بيقبل لغاية 0.4 كارتج، 0.4 الدي ال ده الاداء ده هيطلع من الجهاز ده، البوينت 4 شغال على الميني يا ساده. اذا الجهاز الصغير والكبير طبعا، يعني اللي بينطبق على هنا بينطبق هنا دلوقتي، بيشغل من اول بوينت 4 وكل حفله الكارتج اللي بتعملها فابوريسو. عايز اقول لكم ان الاكس روس هذه العائله تمتاز بانها لديها اوسع تشكيله كارتج موجوده في اي بوت سيستم موجود في الماركت النهارده. قلت الكلام ده في الفيديو بتاع الاكس روس برو، ولكن انا بحب اكد عليه اذ ربما انت ما شفتش الفيديو الثاني من اول البوينت 4 والبوينت 6 والبوينت 7 والبوينت 8 1 اوم 1.2 اوم. ان شاء الله يعني ربنا يبارك كده حفله. لكن الجديد فين بقى؟ الجديد المره دي ان هم عملوا كارتجين بسعه 3 مللي، كان عندنا في الاول البوينت 7 بس والبوينت 4 فقط اللي 3 مللي، البوينت 4 ده دي ال صريح والبوينت 7 ام تي ال، وده الوحيد اللي كان بالمقاس ده وما بتشوفوش بسهوله، كان بالنسبه لي هو كارتج نادر يعني ما بتعرفش تجيبه بسهوله، بتجيب بقيه الحاجات المقاومات بتلاقيها موجوده اكتر. وطبعا المفضله بالنسبه لي على مستوى جميع المستويات في فابوريسو وفي اجهزه اخرى هي بوينت 8. المره دي بقى ايه؟ المره دي بقى جات لي على الطبطاب انا دي، راح عاملين البوينت 8 بسعه 3 مللي. والجميل ان الجهازين بيجوا فيهم الكارتج ده، كارتج البوينت 8 هتشوفه في الاكس روس 4 وهتشوفه في الاكس روس ميني 4، في الحالتين بيجي بنفس سعه الكارتج البوينت 8 3 مللي، وفي حاله الاكس روس 4 بس بيجي معاك الكارتج الثاني بوينت 4. العلبه اللي بيجي فيها كارتجين بتاع الجهاز الاكبر هم بوينت 8 وبوينت 4 والاثنين بسعه 3 مللي بالسعه الجديده الكبيره. طبعا ده انا بالنسبه لي الملي الزياده ده جميل بصراحه، يعني ممتع. ليه بقى؟ لان انت اصلا اصبحت لست في حاجه انك تملى على فترات اقرب من بعض زي ال 2 مللي، هو كده اداك 50% من الفتره اللي انت بتستخدمها، يعني كان بقى بتشرب من الملي ده في ساعتين بتشربه في يوم، هو كده كده اداك 50% زياده. فدي حاجه انا حقيقي بحييهم عليها، وتخليه بعد ما كان بينافس لا بيتقدم دلوقتي، خلاص هو دلوقتي في المقدمه بالنسبه لي بسبب ال 3 مللي دي. وطبعا لا زال اختيار ال 2 مللي موجود، ال 2 مللي هيخلي شكل الجهاز اقصر، فانت لو حابب فكره الميني ولكن عايزه يبقى ميني اكتر هات له ال 2 مللي، بص مضغوط جدا وصغنون خالص. حابب الجهاز وعايز تستمتع بليكويد اكتر هات ال 3 مللي، فالاوبشنين موجودين، فلك مطلق الحريه سيدي المشاهد في اختيار اي شكل انسب واي كميه ليكويد انسب بالنسبه لك. لكن فكره الاختيار نفسها اوبشن، لما يكون عندك رفاهيه انك تختار ما بين 2 ولا 3 مللي اقصر ولا اطول في نفس الجهاز اللي معاك، ومره تعمل كده ومره ما تعملش كده، دي حاجه جميله بصراحه، حقيقي برافو. يعني يا ريت كل الشركات تعمل نفس الفكره دي كده، ان يبقى عندي مقاسات في الكارتج، خد يا عم 2 مللي، خد 3، خد 5، الله اعلم، بس يعرفوا يسيطروا عليه. ايضا الملاحظه الجميله اللي انا مبسوط منها في الجهاز ده ان الكارتج دي يا جماعه حقيقي اصبحت هايله جدا في موضوع التسريب، نسبه التسريب منها تكاد تكون لا تذكر تماما. ده مع تجربتي انا، لو انت بقى ايه ليك راي تاني قول لنا. يعني بوينت 4 ده احد الكارتج سبته مليان فتره طويله من الزمن وسايبه كده بقى، اشوف بقى انت هتعمل ايه بقى، هتيجي في لحظه وتنهار وتعملها ولا هتفضل متماسك؟ الحقيقه انه فضل متماسك، وانا شخصيا انبهرت.
بارت. اكس روز 4 متوفر منه 10 الوان، دول انا شفتهم على الويب سايت فعلا موجودين. اكس روز 4 ميني انا ما لقيتش ريفرنس الالوان، فمش عارف حتى الان هو موجود منه كام لون. وبالمناسبه في الاكس روز 4 في لونين فابوريستو بتقول ان هم اغلى من بقيه الالوان. انا نفسي امسكهم بقى في ايدي اشوف كده ايه ليه، ايه اللي معمول مخليهم يستحقوا سعر اكتر من السعر العادي. ولكن دي خلاصه الكلام في اكس روز 4 واكس روز 4 ميني. انا شايف ان هذه العائله النهارده بتحتل المرتبه الاولى او الاول مكرر، هي بتنافس على المركز الاول بس دلوقتي فقط لا غير. هي وانتم عارفين مين يعني اوكسفا برضو بالنسبه لي دول اول واول النهارده، مش اول وثاني، اول واول مكرر، لا الاثنين حرفيا اول، الاثنين اجمد من بعض النهارده لدرجه ان انا شخصيا بقول لك بنوع ما بين اختيارات هنزل بمين بما عندي شيء من الحيره فعلا. في الفتره اللي انا استخدمت فيها الاكس روس بتركيز شويه شفت ان لايف سبان او عمر الكارتريج بقى اطول مما اعتدت انا عليه. فهل في انهانسمنت او في شيء من التطوير حصل في الموضوع خلاه يوصل لهذه النتيجه، ولا انا بقيت احبه فبقيت استخدمه فتره اطول؟ مش قادر احدد الحقيقه، ولكن النتيجه هي واحده ان الكارتريج بقى بيقعد فتره اطول مما كنت متعود عليه. فدي ايضا اوبشن. عندي جهاز اعتمادي الكارتريج بتاعته متوفره باوبشنز كتير في المقاومات واوبشنز في الساعات دلوقتي، يعني ايهما اكبر بيشيل اكتر ايهما اصغر، ده في حد ذاته اوبشنز ومتوفرين. فيعني ايه ايه طيب، هل عندي ملاحظات؟ حقيقي لا، لغايه دلوقتي ما عنديش. الملاحظه الوحيده هي مش ملاحظه، هي فرق ما بين الجهازين، مكان فتحه الشاحن في الجهاز الاكس روس 4 على الجنب، مكان فتحه الشاحن في الاكس روس ميني تحت، وده فرق في التصميم ما بين الجهازين. شوف بقى انت ايهما بيريحك. انا دايما ميال للميني بصراحه، دايما بحب الحجم الاصغر، وخصوصا ان البطاريه 1000 دلوقتي زيه زي الكبير، فاحنا ايه مش حاسين بفرق. احنا الامكانيات هي ما تهمناش المظاهر، ولكن برضو الاغراء في الحته الجرافيكس اللي بتتعمل في الار جي بي لايت قدام في واجهه الكبير برضو مغريه. غالبا انا هبقى بتنقل ما بين الاثنين يعني اثناء فتره الاستخدام بتاعت هذه الاجهزه. فبوليس هو اقدر اقول لكم برافو. ونسيت اقول لك على حاجه، انا حرفيا فعلا بحب طريقه الملي دي كده، بتدورش على السيليكون. السيليكون الجديد اللي معمول انهانسمنت اللي بيتفتح من فوق في بودات اخرى حلو، بس لو ما عندكش ضفر مش حلو، ولو انت حاولت تسحبه سنه كده مش دايما بيجي معاك من اول مره. هو حلو ما اختلفناش، والفكره نفسها جميله جدا، بس ده اسهل. ده فتحت مليت الحمد لله على السلامه قفلت. الموضوع ابسط من البساطه، الملي بيتم عن طريق الفتح الحمراء. طبعا نشوف اداء الاجهزه. ده مثلا على الحد الاقصى من الوات في كارتج ال 0.8 الام تي ال فتحه الهواء مقفوله يعني مش واسعه، وانا بحبها على ايه اخر تلت كده بعد التلت بسنه. والفليفر توصيل الطعم يا ساده جميل، والجميل كمان ان انا لما بتعافى عليه واغير فليفرز في نفس الكارتج بيسويتش بسرعه. عايز اقول لك ان هنا اتحطت هنا هالو ترايبيكا، عارف هالو ترايبيكا دي طعمها ابن رزينه يعني بيمسك في الحاجه ما بيمشيش. حطيت بعدها بقى ليميتد اديشن من بانثر سيريس بتاع الدكتور فيب الكاندي فيرست اديشن. انا كنت عامل الازي دي ستيبنج بقالي شويه كده مستنيه اشربها في مناسبه سعيده، واعتقد ان اللي احنا فيه ده مناسبه سعيده. السويتش حصل على طول، كام نفس من هالو ترايبيكا لبينك من بانثر سيريس. انا توقعت ان احنا هنفضل نشرب تريبيكا شويه، لا بقينا بنشرب بانثر سيريس. طب هل يوجد من هذا الجهاز جيف اويز؟ الحقيقه لا، الحقيقه في ثلاث اجهزه اخرى من فابوريسو، ثلاث اجهزه من لوكس باصدارات جديده بساعات بطاريات اكبر ولكن باحجام اكبر شويه، لان انا للاسف ما وصلنيش منهم غير النسختين اللي بستخدمهم، وانتم عارفين انا بحب شهادي اي نسخه انا استخدمتها. الهديه المفروض تجي لك لم تلمس على قد ما اقدر بصراحه، اخري ممكن اوريكم لونها بتاع وارجعها ثاني في علبه وابعتها لك، لكن عمري ما استخدم جهاز وابعته لك، ده مستحيل. ولو جالي ثاني منهم انتم عارفين انا بعمل ايه يعني من غير ما نتكلم. طبعا الهدايا دي لمين؟ عشان الناس اللي بتشترك على اول مره، لكل من يترك تعليق على هذا الفيديو او بوستات هذا الفيديو في انستغرام وفيسبوك. السحب بيتم من خلالهم، المواعيد بتبقى معلنه في انستغرام وفيسبوك والفائزين ايضا. فاتمنى التوفيق للجميع، والمره دي اطفيها وارميها وكروس من التبغ وعبيها واديها.